الله الله الله، ايه الشياكه دي يا زوزو؟ عندي مشوار مهم جدا. مشوار ايه ده؟ مش هقولك. سر يعني؟ مفاجأة. لو اللي في دماغي حصل هقولك على كل حاجة. اوعى يكون واد صايع ضحك عليكي وهيتجوزك يا زوزو. أنا أضحك على شباب البلد كلهم. يا زوزو يا جامد. هتتأخر؟ مش عارفة، على حسب الموضوع. ليه؟ أصل أنا عندي بكرة بدري زيارة من الشؤون الاجتماعية، وبفكر أبات في الملجأ. لو نمت هنا أكيد هتروح عليا نومة. حبيبتي ما تشغليش بالك بيا، أنا هرجع هنام، هنتقابل بكرة ونتكلم. ماشي يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك، هتوحشيني يا زوزو. بكاشة. بنت بكاشة. أهلا بيكم ولحظة بلحظة. النهاردة للأسف هنقدم حلقة عنوانها الفشل. الفشل وخيبة الأمل. طبعا حضراتكم فاكرين إن شكرت أجهزة الأمن على المجهود الرائع اللي عملوه لغاية ما وصلوا للسفاح اللي حول حياة بنات وستات مصر الكابوس فظيع. لكن النهاردة بقى فوجئنا إن السفاح ارتكب جريمة جديدة، وده ملوش غير معنى واحد بس، إن الشخص اللي اتقبض عليه مش هو السفاح، وإنه مجرد كبش فدا بتداري بيه أجهزة الأمن فشلها وخيبة أملنا فيها. طبعا لحد دلوقتي أجهزة الأمن ما طلعتش أي تصريحات، وما افتكرش إن هم هيحنوا علينا ويفهمونا الحكاية، لكن الواضح يا سادة إن السفاح ما زال حر طليق بيرتكب جرايمه بكل سهولة. بعد الفاصل هنقول لكم مين الضحية الجديدة وهنستقبل تليفوناتكم، خليكم معانا. هشام، انده لي عادل هلال بسرعة. مش قلتلك كنت متأكد إن اللي حصل لرشا ليه علاقة بالمصيبة اللي بنعملها؟ كله منك انتي. بقول لك ايه يا هاشم، ما تطلعش همك عليا، أنا ما ضربتكش على إيدك. لولا إذنك أنا ما كنتش هوافق أبدا. ما تكدبش على نفسك، أنت كنت باصص على الفلوس زيي بالظبط. وبعدين تعالى فهمني هنا، احنا كنا بنقتل ولا بنسرق؟ وانا مش فاهمه لحد دلوقتي ايه العلاقه بين اللي حصل لبنتنا وبين شغلتنا يا وليه. بقول لك نفس اللي حصل لبنتنا حصل لاخت حمدي صدفه. ليه بقى؟ ان شاء الله يعني السفاح دونا عن كل بنات وستات البلد ما لقاش غير بنتي واخت حمدي، ما معاهم واحده ثالثه. واسمع بقى، اقسم بالله العظيم لو عملت حاجه كده ولا كده لندمك. هتعملي ايه يعني؟ لا ساعة الجد يا روح ما بعدك روح. انت يا وليه ما عندكيش دم، هي البت اللي ماتت دي مش بنتك؟ بنتي حتة مني، نور عينيا اللي اتطفى، ربنا وحده بس اللي يعلم بالنار اللي قايدة في قلبي من ساعة ما غابت. امال ايه بس؟ انت ليه عايزانا نسيب اللي عمل فيها كده؟ مش شغلنا، شغل الحكومة تجيبه وتحاسبه. المعلومات اللي عندنا عن الضحية الجديدة للسفاح بتقول إن اسمها ضحى عبد السلام شديد من حدائق القبة، وإن أخوها بلغ عن اختفائها، لكن صورة جثتها للأسف الشديد ظهرت بعد أقل من 24 ساعة. مين الضحية الجديدة؟ وإيه الرابط بينها وبين كل ضحايا السفاح؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع ضيوفنا في الفقرة الجاية. والأهم من كده إن هيكون عندنا خبير أمني هيقدم النصايح لكل البنات والستات عشان ما يبقوش فريسة للسفاح، لحد ما ربنا بقى ينفخ في صورة أجهزة الأمن ويعرفوا يوصلوا له، يعرفوا يوصلوا للسفاح الحقيقي. أرجوكوا خليكوا معانا. ألو، أنا شيرين، أنت فين؟ في الملجأ؟ لا لا مفيش حاجة، أنا بس كنت محتاج ان انا اتكلم مع حد. طيب انا هلبس واقعد معاك شويه. سلام. كويس اهو، مفيش حاجه. لا انت مش كويس، من ساعه ما قالوا ان السفاح اللي اتقبض عليه مش هو وانت اعصابك متوتره. ولا انت يا روحي بتخاف عليا؟ يا بروه مش وقت دلع في موضوع زي ده. ماشي يا حسام، انا غلطانه، انا غلطانه اني بطمن عليك. عن اذنك اقعدي، مش في برنامج بنتفرج، مش بتحب البرنامج ده؟ لا انا هطلع اتفرج عليه في اوضتي، ما دام انت ولا طايقني ولا طايق لي كلمه. اوه يا مروه بقى، الو. مساء الخير يا باشا، انا اسف للازعاج بس في مصيبه حصلت. هاي، افتكر انك انت اللي واقف قدامي، مش انت برضو في العربيه السوداء؟ طب استنى خليني اقلب نور لحسن اكون واقفه ورا حد تاني. مساء الخير يا نجمتي. هاي، ازيك؟ أنا بصراحة مش مصدق إن أنا شايف حضرتك دلوقتي، يعني ده كان حلم كبير بالنسبة لي. ميرسي، بس شكلك كده بكاش كبير. لا خالص، حضرتك اللي ما تعرفيش أنا معجب بيك قد إيه. هتفضل واقف كده؟ أنا ممكن أفضل واقف كده العمر كله. مش قلت لك إنك بكاش كبير؟ بس حقيقي مش هينفع يعني تفضل أنت واقف وأنا قاعدة في العربية. وبرضه ما ينفعش ان حضرتك تنزلي تقفي في الشارع، لان في ظرف 5 دقايق بس الشارع ده كله هيتملي ناس ومش هنخلص من المعجبين. طيب خلاص، لف واقعد جنبي يعني علشان اعرف اتكلم معاك براحتي. اوكي. انا كنت فاكره انك اكبر من كده. دي حاجة وحشة؟ لا 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 لا، بس يعني انت صغنن على انك تبقى منتج وصاحب شركة وصاحب استوديو ومحطة. اصل انا ابن وحيد، وبابا الله يرحمه توفى من 3 سنين وساب لي مبلغ مش بطال. ولما حضرتك هتعرفيني اكتر هتعرفي ان الفن بيجري في دمي من وانا صغير، فلما جيت اعمل بيزنس كنت عارف انا هعمل ايه. ايوه فهمت. لما نروح الشركه ان شاء الله هوري حضرتك خطه الانتاج الخمسيه. يا رب تعجبك، خصوصا ان حضرتك ليكي نصيب الاسد فيها. طب هي الشركه فين؟ بعيده عن هنا؟ للاسف بعيده شويه. انا عارف طبعا ان انا حطيت حضرتك في موقف بايخ بالوقفه دي، بس غصب عني عربيتي عطلت في الشارع ده، وانت عارفه العربيات دي كلها كمبيوتر وما ينفعش اي حد يلعب فيها. عارفه. بس ما تقلقيش، انا بعت السواق يجيب العربيه الثانيه، مش هتاخر. ماشي، بس يعني ما ينفعش، خلينا نتحرك ولما يجي السواق يبقى يحصلنا. مش عايزه اتعبك. يا سلام، لا تعب ولا حاجه. اوكي طيب، تحب نروح الاستوديو الاول ولا الشركه الاول؟ ايه اللي يريحك؟ انا بصراحه حابب افرجك على الاستوديو. خلاص يبقى الاستوديو. هو فين؟ هو للاسف مش قريب، بابا الله يرحمه كان سايب لي حته ارض صغيره كده، فبنيت عليها بلاتو سينما واستوديو صوت وجهزتهم باحسن المعدات. عارف انا بقالي قد ايه ما دخلتش استوديو؟ ان شاء الله هتدخلي وتنوري وهتعملي احلى شغل. ثانيه واحده بس. الو. ايوه احمد، انت فين؟ طيب هات العربيه وتعالى على الاستوديو، يلا ما تاخرش. سلام. اتحرك؟ بس ثانيه واحده اجيب شنطتي من العربيه فيها فلوس واوراق مهمه. ماشي. يلا بينا؟ اوكي يلا. أنا مش فاهم يا عادل، أنت بتجادل في إيه؟ بقالك ساعة عمال تدافع وخلاص. ما تعترف يا أخي إنك غلطت. أنت إيه؟ ملاك؟ ما بتغلطش؟ يا فندم أنا ما قلتش كده، أنا من ناحيتي معترف بالتقصير اللي عندي وعند رجالتي، إنما المشكلة بقى في اللي مش عايز يعترف بالتقصير اللي عنده. تقصد مين بالكلام ده؟ الوزارة سعادتك. ما هو مش معقول الوزارة علشان تخلص من الغليان اللي في الشارع وتحسن صورتها قدام الناس تطلع بيان إن إحنا قبضنا على السفاح وتلبسني أنا في الحيط. هما يعني جابوا الكلام ده من عندهم؟ بس أنا برضو ما قلتش حاجة من الكلام ده سعادتك. أنا كل اللي قلته إن إحنا عندنا شكوك كتيرة حوالين اللي اسمه حسين ده، وحنسيب النيابة تحسم الموضوع. والعلم سعادتك أنا برغم كده ما وقفتش الشغل على القضية، لأن من الأول برضو عندي احتمال إنه يطلع مش هو. برضو مصر على إن كل الناس غلطت إلا أنت؟ يا فندم أنا مش مصر ولا حاجة، إنما برضو أنتوا بتحاسبوني على كلام أنا ما قلتوش ولا حتى اتصرفت على أساسه، وده بصراحة ظلم سعادتك. ظلم؟ نعم يا سي عادل. أنا حظلمك ليه؟ حظلم الراجل بتاعي ليه؟ أنا ما أقصدش سعادتك. ولا تقصد؟ بقول لك إيه؟ القضية دي لازم تخلص بسرعة. الجماعة بتوع البرامج إياها عاملين شغل وقلبين الدنيا علينا أكتر من الأول. سكت يعني؟ وأنا بصراحة كلامي ما بيعجبش سعادتك. يا أخويا قول له خلصني. بصراحة كون إن الوزارة تطلع كلام لبتوع الإعلام في الفاضية وفي المليانة ده مش صح، بيعمل لنا مشاكل سعادتك، وأدي النتيجة. عندنا مشكلة أهو وعايزين نجري نحلها. أنا من ناحيتي هخليهم في الوزارة يبطلوا كلام في القضية دي، ولو إني عارف إنه صعب جدا، لكن أنت من ناحيتك لازم تجيب الواد ده في أسرع وقت. حاضر يا فندم، وأنا متشكر جدا سعادتك، وبإذن الله سعادتك قريب قوي قوي هيكون الواد ده تحت إيدينا. أصل بابا الله يرحمه كان دبلوماسي واشتغل فترة طويلة في سفارتنا في باريس، وليه صحاب كتير في فرنسا. فهمت. لما كنت هناك الأسبوع اللي فات قابلت واحد منهم واداني هدية مش ممكن تلاقيها في السوق. والله؟ إيه هي بقى؟ ليكار. أول ما اداها لي قلت لازم أفتحها في مناسبة مهمة، ما لقيتش طبعًا أهم من إن أقابل عزة كامل وأشرب معاها في صحن رجوعها تاني للساحة الغنائية. مازن، عارف أنا بموت بالليكار. عارف. يا سلام، عارف ازاي يعني؟ انا اعرف عنك كل حاجه. عارفه مجنون سعاد حسني؟ طبعا. او انا بقى مجنون عزك. تحب افتح لك تدوقيها؟ لا لا ما ينفعش انا بسوق. طيب ممكن حضرتك تركني على جنب واسوق انا عشان تعرفي تشربي. ايه رايك؟ بس انت غريب يعني. ماشي. الحقيقة أنا لفت انتباهي كم الشتيمة اللي بنتشتمها على السوشيال ميديا من أول الحلقة. زي ما أكون أنا اللي بخطف الستات مثلا وأقتلهم، ولا أنا اللي فشلت في القبض على السفاح. يا جماعة إحنا كل اللي عايزينه إن كل حد يشوف شغله زي ما إحنا بنعمل شغلنا. نهاية الحلقة بنقول لكم خدوا بالكم من نفسكم وتصبحوا على ألف خير. ميرسي يا جماعة. ليك أنت يا غريب. وأخنتها يا مدام. إيه يا أحمد بيه؟ ما خدتش بالي إن حضرتك هنا. ما خدتيش بالك كمان إنك ناوية تخربي بيتي؟ هو في إيه؟ لا ما تتكلمش معايا كده خالص. ماشي. ممكن بقى حضرتك نقعد مع بعض شوية لوحدنا؟ اتفضل. يا ابني ابعت حد يفك لي المايك. طب قول لي بقى ازاي هتشرب وانت سايق؟ هبقى اشرب لما اوصل الاستوديو. يعني ايه؟ يعني انا اشرب لوحدي؟ الازازه دي انا جايبها على شرفك يا ست الكل، ونعم عليا مش عايز اي حد يلمس منها نقطه ولا حتى انا. مش هينفع، لازم تشرب معايا. دوقيها بس وساعتها انت اللي مش هتقدري تديني منها حاجه. قلت ايه؟ هي فين؟ اهي. جربي. طب بص، انا هدوقها يعني حبه كده وبعد كده نبقى نكمل مع بعض. اوكي. شفت لك؟ اخر مره اسمح لك تدخل الاستوديو وتعلي صوتك وانت بتتكلم معايا، خصوصا قدام الناس اللي شغالين في البرنامج. ما تقلقيش يا مدام، بعد اللي عملتيه ده غالبا مش هيبقى فيه برنامج من اساسه. انا مش فاهمه انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ الموضوع كبير قوي يا مدام، كبير قوي. هو انت في حد كلمك؟ هو انا هستنى لما حد يكلمني؟ ما هي باينه زي الشمس. بقول لك ايه، على فكره هم الغلطانين مش احنا. وهتفرق كتير، بكره تشوف هيعملوا فينا ايه. ليه بس كده يا نهال؟ على فكره مش هيعرفوا يعملوا حاجه، انت فاهم ده؟ لو عملوا حاجه الناس هتبقى فاهمه ان دي قصاد دي. هتشوف الموضوع هيعدي ازاي ولا كأن في حاجه حصلت. حتى لو اللي انت بتقوليه ده سليم، هيرقدوا لنا وهياخدوا حقهم بعدين. طب ما تسيب بعدين لبعدين. وعلى فكره دي طريقه شغلي، انا مش هغيرها عشان حضرتك ولا عشان غيرك. انا بشتغل كده. لو حضرتك ده مش عاجبك ممكن تجيب المحامي بتاعك ونفسخ العقد قانوني. بعد اذنك بقى عشان انا عايزه اروح واغير هدومي. عليك عليا يا ضحى، عليك عليا يا اختي. انا السبب، انا السبب. باشا فول. حاضر يا باشا. اخلص يلا مستعجل. حاضر يا باشا، حاضر. هي 32 يا باشا. امسك. حاضر، لحظة بس أجيب لحضرتك الباقي. وأنت إيه اللي مزعلك؟ أنت عاوزة تجننيني. بقول لك الراجل اللي مسكوه ما طلعش هو اللي قتل عبيد. وافرض كان طلع هو، تفرق في إيه؟ أنت في الحالتين اتحرمت من بنتك. صح. بس مش يمكن لو شفت اللي عمل كده بياخد جزاؤه. ده يبرد النار اللي جواه. ما تقلقش، بكره يلاقوه زي ما جابوا ده هيجيبوا التاني. تفتكري؟ بكره تشوف. وانت عاوز تعرف هيطلع ايه ورا الحوار ده كله؟ ولا ملاريف واحده هي اللي بتقتل؟ لا، واحده هي السبب في القتل. تلاقي عيل مخه طائق كانت امه بتعذبه وهو صغير، او حب واحده وفكستله. رحمة الله علينا. انت ما بتشوفش افلام امريكاني ولا ايه يا دكتور؟ لا بشوف، بشوف. انا عارف اني غلطت لما جيت بعربيتها هنا، بس هعمل ايه؟ خفت ما ترضاش تركب معايا وتقول لي امشي وراك بعربيتي. على العموم انا داريت العربيه كويس ومحدش هيقدر يشوفها. مامي بكلمها تليفونها مقفول. وانا عندي فكره كويسه، كلميها على تليفون البيت. كلمتها ما بتردش، تلاقيها لسه ما رجعتش البيت، اصل كان عندها مشوار وقالت لي انها هتتاخر. انت مش عارفه مامتي تقول ايه، بتصدق تخرج من البيت ما بتبقاش عايزه ترجع غير الفجر. يلا. لا لا انت رايح فين؟ اقعد. لا لا انا كفايه عليا قوي كده، وبعدين انت مش عندك شغل الصبح ست انت؟ قومي ناميلك ساعتين. بتفكرني ليه بس بوجع الدماغ ده؟ المهم انت احسن شويه؟ احسن كتير، مفيش نسبه. انت ما تعرفيش قعدتك معايا دي عملت معايا ايه. خلاص تعالى لي كل يوم، انا صايعه وانت مالكش حد غيري. اوكي تصبح على خير يا صايع. وانت من اهل الخير. مروة عشان خاطري ما تزعليش بقى. وانا فين خاطري؟ ما انا قلتلك اسف. معلش انا اصلي اعصابي مشدوده شويه اليومين دول. وانت مين بقى اللي شدلك اعصابي؟ ايه بتحب؟ اه طبعا بحبك. بقى عمرك ما شخطت فيا من غير سبب امبارح صح؟ خلاص بقى يا مروة قلتلك اسف، وبعدين دي أول مرة أعمل فيها كده وآخر مرة يا حسام. أنا مش هقبل إنك تكلمني بالطريقة دي تاني، ماشي؟ اتفقنا، بس عشان خاطري ابتسمي بقى، أنا مش هقدر أروح شغلي وأنت مكشرة كده. خلاص ما تروحش. أيوه كده. يلا باي باي بقى عشان أنا هتأخر على الشغل، أوكي؟ أيوة. باي يا حبيبي. صباح الخير يا مدام. نعم. الجوابات اللي كانت في الصندوق لقحهم على المكتب. اتفضل وشوف محسن فين. حاضر. ضحكتي وسكرتي وانبسطتي وقفلتي التليفون ورحت نمتي. وانا بنت البطه السوداء اصحى من الفجر علشان اشتغل. ماشي يا زوزو. اتفضل. صباح الفل يا ست الكرسي. ايه يا سي محسن؟ فينك؟ انا لازم ابعت لك يعني؟ لا، تحت امر سيادتك، انا موجود. انا بس كنت بتاكد ان كل حاجه تمام قبل الجماعه بتوع الشؤون الاجتماعيه دول ما يوصلوا. متاكد؟ طبعا كله 100%. بقول لك ايه؟ خير. اخبار شغلنا ايه؟ انا حمدت من القعده والحاله بقت زي الزفت. ومن سمعك. بس هنعمل ايه؟ الاوردر لسه ما جاش، مع اني شايفه كده كان بنت استوى وعايزين يتقطفوا. وانا شايف كده. طب ما تكلميهم يا ست الكل. مش مستنيه نصيحتك، انا لو عليا بزن، بس هم عايزين يستنوا شويه. اتفضل. لا مؤاخذه يا مدام، الناس بتوع الشؤون وصلوا يا فندم. طب يلا بينا. خايف عليا من ايه؟ ليه كلكم كده محسسيني فجأة ان انا ارتكبت جناية مثلا؟ مش حكاية جناية، بس انت زي ما تكوني بتقولي شكل البيع، محدش هيهاجم الأمن بالشكل ده. يا أخي ما يبقاش قلبكم خفيف كده. الحكومة دي أنا آخر مشاكلها، عندها مشاكل أكبر بكتير، تحلها بقى. لما انت عارفة كده، لازمته ايه بقى تحط البنزين جنب النار؟ عشان ده شغلي. عايزني أشوف حاجة كبيرة زي دي وأتجاهلها مثلا؟ ما قلتلكيش تتجاهليها، بس اتكلمي فيها أهدى من كده شوية. يا حبيبي ما ينفعش. ما ينفعش كل بنت وست في مصر تبقى ماشيه في الشارع مش مطمنه على نفسها. ما ينفعش، عشان البهوات اللي فوق مش عارفين يشوفوا شغلهم ويحلوا مشاكلهم. ماشي، اعملي اللي انت عاوزاه، مفيش فايده في عندك ده ابدا. وطي صوتك منك ليه؟ بس والله العظيم ادفنكم هنا. انتوا لسه هتهددونا بعد اللي حصل. فكر في كلامك يا حمدي قبل ما تقوله. انا مقدر حزنك على اختك، لكن لو انت ليك شوق ان انت تحصلها عشان وحشاك، انا ما عنديش مانع اساعدك تعمل كده. يا حسام بيه، احنا قلبنا محروق. وانا فاهم ده. لولا كده كنت ندمتكم على كل كلمه بتقولوها. يفهم يا حمار منك له. تفتكروا يعني لو في واحد حاططنا في دماغه احنا كنا هنسيبه؟ ده احنا كنا نخليه عبره لمن يعتبر ولمن لا يعتبر. طب واللي حصل لرشا وضحى ده يعتبر ايه؟ صدفه. صدفه؟ صدفه، مجرد صدفه. انتوا مش عايشين في البلد ولا ايه؟ في البلد سفاح بيقتل الستات. حظكوا الاكبر بقى ان اختك وبنته وقعوا تحت ايديه. ايوه بس احنا مش داخله دماغنا حكايه الصدفه دي. احسن ليه عنها ما دخلت يا اخويا، وانا هتحايل عليكم عشان تدخل يا بهيم؟ فكر شويه، ومش السفاح ده قتل واحده ثالثه؟ مش عرفنا، ما يمكن حد من قرايبها شغال معاكم واحنا ما نعرفوش. هنخرف بقى. وبعدين خليني معاك، انا هفترض فعلا انه ده حصل، وزي ما انت بتقول كلامك صح. تفتكروا انا ممكن اعمل ايه؟ خلاص احنا نروح للحكومه ونقول لها على كل حاجه وهي تتصرف. خلاص روح يا حبيبي. ما تكلمنا زي ما بنكلمك يا حسام بيه. انت مش عاجبك كلامي في ايه يا سي هاشم؟ انا عايزك تنزل دلوقتي انت وحمدي، تروحوا للبوليس تقولوا لهم احنا بنزور باسبورات نسفر بيها بنات للخارج عشان يشتغلوا في الدهار. يلا. احنا مش هنقول لهم كده وبس، هنقول لهم كمان ان انت اللي مشغلنا. ماله؟ اتفضل يا حبيبي. فاكرين البوليس بياخد بأي كلام كده ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ده انتوا طلعتوا طيبين قوي. جريمة التزوير وسفر البنات لابساكوا لابساكوا، انما انا حيالله راجل بحجز تذاكر طيران، اكتر من كده ماليش علاقة بأي حاجة. ساعة الجد كلمتي هتبقى قصاد كلمتكوا، وانا ممكن دلوقتي انزل ابلغ البوليس عن اللي انتوا بتعملوه. طبعا والحكومه تنزل لي شكر في الجرايد فوقه. تبلغ علينا؟ ده ايه الفجر ده؟ اخرس خالص وفكر في كل كلمه بتقولها عشان ما تندمش عليها. يعني يرضيك يا حسام بيه نبقى رجالتك وتعمل فينا كده بسبب شغلنا معاك؟ ده الكلام المظبوط يا هاشم، بدات تتكلم صح، ولعلمك احنا مش ساكتين، ولو ثبت فعلا ان الموضوع ده له علاقه بشغلنا احنا مش هنسيب اللي عمل كده ابدا، وحقك وحق بنتك وحق اخته هيرجع تالت ومتلت. يعني انتوا لسه مش متاكدين يا حسام بيه؟ طبعا، هو احنا يعني لما يجرى حاجه زي دي لحد من رجالتنا احنا هنقف نتفرج؟ الكلام ده بجد ولا تثبيت؟ انا طول عمري كلامي جد يا حمدي وانت عارف، وانا لولا ان انتوا غاليين عليا وبحبكم ومقدر ظروفكم كنت حاسبتكم على اللي انتوا عملتوه النهارده. يلا قوموا كل واحد يروح بيته، واوعوا تتشافوا سوا، ومش عايز اشوف خلاقكم دي هنا تاني. انتوا عايزين البوليس ينخرب وراكم وتروحوا في 60 داهيه؟ يلا قوموا، لو حصل اي جديد هبقى ابلغكم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. السلام عليكم. صدق الله العظيم. وعليكم السلام. جرى إيه يا نادر؟ أنت كنت فين؟ قلقتني عليك قوي. معلش كان عندي شوية شغل كده. طب وما بتردش على المدعو اللي اسمه الموبايل ليه؟ كنت مشغول وما خدتش بالي. طب ادخل على ما احضر لك الغدا. لا لا مش قادر، معلش انا تعبان قوي عايز انام. ربنا يزيح عنك يا ابني. ايه ده يا ندى؟ بتفرج عليك. هو انا فرجة؟ احلى فرجة في الدنيا. انت ما صحتنيش ليه اعملك فطار؟ لقيتك رايحة في النوم فصعبت عليا بصراحة. هقوم احضرك. لا لا خليكي، انا متأخر اصلا. متأخر ايه بس وانت عمال تضيع وقتك كله في البحلقة فين؟ لا العمر الضايع هو العمر اللي انا بقضيه بعيد عنك يا حنين. انت عارفة انا قاعد جنبك كده ليه؟ ليه؟ عشان بحاول اشبع منك قبل ما انزل. طب وبعدين؟ مش عارف اشبع، كل ما اشوفك اكتر كل ما احس قد انت هتوحشيني، هتثبت مكاني. ربنا يخليك ليا، انا بحبك قوي. وانا والله العظيم بحبك قوي. يا فندم انا اتصرفت معاهم خلاص، بس هو الموضوع بدأ يكبر كده ولازم نشوف له حل عشان. حاضر خلاص يا فندم، الساعة 8 ان شاء الله. اتفضل يا فندم، مع السلامة. اخيرا خلصنا منها، حاجة تقرف. بس ايه رأيك يا ست الكل؟ كلناهم ما عرفوش يمسكوا علينا غلطه واحده. اه يا اخويا كلناهم، بس بعد ما وكلناهم كل واحد مروح بظرف فيه مبلغ قد كده، ولولا المبلغ ده كانوا اتلككوا على اي حاجه. طب وماله؟ يا بخت من نفع واستنفع. يوه انا نسيت ابص على باقي البوسطه، كل اللي شفته الصبح كان فواتير وناس عايزه فلوس. على الله بقى يطلع وشك حلو ونلاقي شيك تبرعات ولا حاجه. خلاص لو طلع فيه فلوس يبقى ليا نصيب فيه.